عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. حاجة في الصباح فاش كنفيقوا خاصنا يعني من بعد الأمور اللي حنا كنديروها العادية روتينية، خاصنا نفكروا أننا نقوموا بالامتنان، يعني نمتن الله سبحانه وتعالى على هاد النعمة ديال الحياة اللي حنا فيها، ونستغلوا هذاك النهار يعني فاش نفيق ونسال الله سبحانه وتعالى على النعمة وعلى الفرصة اللي جاتني، نفكر أنني ندير واحد لو بلان النهار ديالي. شنو هما الحاجات اللي غادي نقوم بهم اليوم؟ شنو هما المهام اللي خاصني نديرهم؟ شنو هي الحاجات اللي مهمه، الحاجات اللي ماشي مهمه، الحاجات اللي ممكن انني اجلها؟ فضروري انني ندير واحد المخطط النهار ديالي وما يمشيش بشكل عشوائي. ثالث حاجه اللي من الضروري انني نقوم بها في الصباح هي انني نفكر في الحاجه البوزيتيف، نفكر انا اليوم كيفاش يمكن لي نستغل هذا النهار على يعني في الحاجه اللي غتنفعني ترجع لي بالفائده، كيفاش يمكن لي نستغل هذه الفرصه اللي جاتني ديال الحياه باش انني نحقق ذاتي ونحقق الاهداف ديالي. ورابع حاجه اللي من الضروري انني نفكر فيها كل صباح هي انني كيفاش نحافظ على الصحه الجسديه والصحه النفسيه ديالي.